500 عام مضت منذ كانت الشموع تحرس رسومات ليوناردو، ومنذ كان يسأل تحت ضوئها عما يحرك الجسد وما يجعل الفكر ينبض. واليوم بعد أن صار الضوء كهرباء والرؤية علما، نجد أنفسنا أمام السؤال نفسه، لكن هذه المرة تحت عدسات مجهرية وأجهزة تقرأ ما كان يحس فقط. فالعلم الحديث لم يلغي حدس دافينشي، بل ترجمه إلى لغة جديدة، لغة الحقول والمجالات، لغة الأعصاب والذرات والتوازن. في هذه اللحظة حين نقرأ ملاحظاته القديمة، لا نراها اليوم كخرافات من عصر النهضة، بل كحدوث علمية لم تمت. الفيزياء الحديثة تتحدث عن الحقول، والأحياء عن الذكاء الخلوي، وعلم النفس عن أثر النية والتوقع. لكن في قلب كل ذلك تبقى الفكرة نفسها التي كتبها ليوناردو، تبقى تحت ضوء شمعة قبل 5 قرون. إن ما نسميه الحياة ليس استثناء من قوانين المادة، بل أحد وجوهها الممكنة حين تبلغ التنظيم الكافي. وأن الوعي ليس شيئا أضيف إلى الطبيعة، بل طريقة من طرق عملها حين تبدأ بمراقبة ذاتها. في لياليه الأخيرة في روما، جلس ليوناردو دافينشي أمام نافذة مفتوحة على العدم. كان جسده يضعف، لكن الفضول ما زال حيا فيه كما في أول مشرط وضعه على لحم بارد قبل 50 عاما. كان يفكر في السؤال ذاته الذي لم يفارقه قط: هل ما نسميه إرادة مجرد وهم في الدماغ، أم أثر حقيقي في العالم؟ كتب في إحدى رسائله إلى تلميذه ميلزي أنه جرب شيئا غريبا، أن يركز ذهنه على لهب شمعة ساكنة، أن يحبس أنفاسه ويغلق عينيه نصف إغلاق حتى يبدأ الزمن بالتباطؤ. ثم قال إنه لاحظ أن اللهب يرتجف مع أنفاسه، كأنه يتجاوب مع شيء غير مرئي. اليوم حين نقرأ هذه الأسطر، لا نحتاج أن نراها كمعجزة صغيرة، بل كهذيان عقل يحاول أن يفهم تفاعله مع محيطه قبل أن يكون هناك علم أعصاب أو أجهزة استشعار. كان ليوناردو يلمس الحدود بين الداخل والخارج، تلك النقطة التي يبدأ فيها العالم المادي بالاستجابة لما نسميه الوعي. من منظورنا اليوم نعرف أن لا شيء خارق في ذلك، أن ما نسميه الحالة الذهنية ليس سحرا بل كيمياء. أنفاس تبطئ عمل الجهاز العصبي الودي فينخفض الضغط ويهدأ القلب ويصبح الانتباه أكثر دقة، كأن الزمن فعلا يتمدد. هذا هو التنويم الحقيقي، لا بأصابع تتحرك في الهواء، بل بترتيب بسيط بين التنفس والفكر. كان ليوناردو أول من لاحظ أن الجسد والعقل ليسا كيانين منفصلين، بل موجتين في محيط واحد.
حين يتغير أحدهما يتغير الآخر. ما رآه في تجارب المعالجين الشعبيين الذين يضعون أيديهم على المرضى لم يكن طاقة خارقة، بل نوعا من التزامن العصبي بين جسدين متجاورين. اليوم نعرف أن أنفاس شخصين يجلسان متقابلين يمكن أن تتناغم دون وعي، وأن نبض القلب يمكن أن ينسجم مع نبض آخر إذا ساد بينهما صمت وثقة. ليست روحا تنقل، بل شبكة من الإشارات الكهربائية والمغناطيسية والهرمونية تتحدث بلغة بدائية بين جسدين يفهمان بعضهما كما تفهم الشجرة الريح. تلك الظواهر التي بدت في زمنه سحرية صارت اليوم قابلة للقياس، فالأيدي تولد فعلا حقولا كهربائية طفيفة، والدماغ يصدر ذبذبات يمكن رصدها من متر أو اثنين، لكن هذه الحقول لا تغير المادة من حولها، بل تؤثر في أجسادنا الأخرى عبر منظومة دقيقة من التفاعلات العصبية، كأن اللمس والنظر والتنفس المشترك هي الوسائل التي تخبر بها المادة نفسها أنها موجودة. حين كتب ليوناردو عن النية لم يكن يتحدث عن سحر خفي، بل عن ملاحظة عبقرية مبكرة، أن التركيز الذهني يخلق ترتيبا جديدا في السلوك، وأن هذا الترتيب يغير احتمالات الواقع من حولنا، ما سماه مجال الإرادة نسميه اليوم تأثير الوعي في السلوك، حين يغير الانتباه طريقة استجابتنا للمصادفات. ليس الكون من يطيع الإرادة، بل الجسد الذي يبدل مساره دون أن ندرك. من هنا بدأت ولادة الفكرة الحديثة عن الإنسان كصانع لاحتماله، لا كأداة في يد مصير غامض. فالإرادة ليست موجة كهرومغناطيسية تخرج من اليدين، بل نظام عصبي يوجه الفعل بدقة غير مرئية، وكل ما ظن القدماء أنه طاقة روحية كان في جوهره تنظيما فيزيولوجيا، ترجمة عصبية للرغبة في النجاة، في الشفاء، في الفهم. ربما لهذا كتب ليوناردو جملته الغامضة الأخيرة قائلا: من يعرف التيار الذي يسري في جسده يعرف كيف تسري الحياة في الكون. لم يكن يقصد بذلك لاهوتا ولا ميتافيزيقيا، بل يقينا بسيطا أن النظام واحد، أن القوانين التي تنظم حركة الدم هي نفسها التي تنظم حركة الماء في النهر، وأن الدوامة في السائل هي نفسها في الغيمة، وأن وراء كل تعقيد هندسة بديعة لا تحتاج إلها لتبررها، بل عينا لتراها. ربما لم يكن ليوناردو يسعى إلى الخلود كما ظنوا، بل إلى تلك اللحظة التي تفهم فيها المادة نفسها. وفي كل مرة نحاول فيها تفسير وعي الإنسان نجدنا نعود إليه، إلى ذلك الرسام الذي أمسك بالمشرط لا ليمجد الروح، بل ليكشف عن عظمة الجسد الذي يفكر.
ودمتم بخير.